فالمغرب دولة عريقة وأمة موحدة تضرب جذورها في أعماق التاريخ. المغرب قوي بوحدته الوطنية وإجماع مكوناته حول مقدساته، قوي بمؤسساته وطاقاته وكفاءات أبنائه وعملهم الدؤوب على تنميته وتقدمه والدفاع عن وحدته واستقراره في ترابط وثيق وقوي بين العرش والشعب. عرش مجاهد، عرش مكافح، وشعب وفي مخلص. عرش وشعب عاهد الله والوطن على التلاحم الدائم والوفاء الصادق والسير قدما لبناء مغرب النماء، مغرب التقدم والازدهار. بعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، يستعرض جلالة الملك حفظه الله تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي لجلالته التحية. يصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى مقر البرلمان لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادي عشرة. ولم يتمكن صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد من مرافقة جلالة الملك حفظه الله في هذه المناسبة نظراً لإصابته بفيروس كوفيد-19. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأنعم بالشفاء العاجل على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. رصيد بشري وحضاري متجدد ومتواصل تتمتع به المملكة المغربية، مكنها من رفع كل التحديات وتجاوز المعيقات والصعوبات عبر تاريخها العريق والحديث. لقد تمكنت بلادنا بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله من رفع كل التحديات وتجاوز الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، ليشكل المغرب بذلك نموذجاً فريداً يحتدى على المستوى الإقليمي والقاري، وأبان عن قدرته على الخروج بنجاح وتفوق من الأزمة الوبائية بفضل تضافر الجهود بين مختلف أطياف المجتمع تحت القيادة النيرة والمتبصرة لجلالة الملك نصره الله، الذي نهج مقاربة استباقية وقرارات وقائية حاسمة تدعمت بمبادرات حققت التناغم المنشود بين المخطط التنموي للمملكة وصمود اقتصادها. لقد ساهمت الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن، وتعززت بجيل جديد من الأوراش الإصلاحية
في كل المجالات والقطاعات في وضع المغرب في مرتبة أرفع في سلم الديمقراطية والحداثة والتنمية. وأضحت معها المملكة بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ورشا مفتوحا يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار. وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة انخرطت المملكة في دينامية قوية من الإصلاحات والتحديث التي تستهدف تأهيل العنصر البشري وإعداد سياسات قطاعية لتحديث والنهوض بالتعليم والإدارة والعدالة والصحة والفلاحة والصناعة ومجالات وميادين أخرى. هي دينامية تندرج في إطار إرادة ملكية قوية وراسخة لضمان تنمية شاملة. فالمغرب دولة عريقة وأمة موحدة تضرب جذورها في أعماق التاريخ.